الطابق الثاني الأساسي بعالم الـ IPv6 هو الـ Subnetting. How can we subnet an IPv6؟ صراحة نحن ما فينا نعمل Subnetting للـ IPv6، ولكن نحن في عنا Notation منستعملها يلي هي اسمها CIDR، يلي نحن من خلالها نقدر نحدد شو هو الـ Prefix اللي بيحدد لي الـ Network ID. يعني أنا قديش بدي أحجز عدد البيتس من ميلة الشمال مشان يعملوا لي Representation للـ Network، وشو هني عدد البيتس الباقيين اللي أنا بدي أعمل فيهم Representation للـ Hosts. مينيموم CIDR اللي انا بستعمله بشكل عام هو /48 يلي هو بيكون required، هيدا بستعمله انا للسايت prefix. يعني اذا كان في عندي public IP address ترمز لسايت معين، مينيموم بده يكون في عندي /48. وكل سايت في عنده subnet، لانه ممكن يكون في عنده اكتر من subnetwork، فاذا حيكون /16. يعني بمعنى تاني نحن حنكون بال RFC 4291 standard عم نكون عم نستعمل /64 prefix to represent اكيد نحن network اللي انا عم اشتغل عليها. loopback address تستعمل كل البيتس دون استثناء to represent a loopback address. كل هدول التفاصيل انا حاحكي عنهم خلال الفيديوز القادمين، ولكن هلا حبلش انا to represent شو معناتها IP prefix. انا اذا بطلع على النتورك الموجودة عندي هون، او بالاحرى على IPv6 الموجودة عندي هون، هيدي اذا انا رمستلها بس /64 معناته انا بدي اخد 64 بيتس من الموجودين عندي هون. كل هكز هي عبارة عن 4 بيتس، فاذا حتطلع عندي النتورك ID على الشكل التالي. يعني النتورك ID هي عندي الاربع سكشنز اللي شايفهم قدامي هون باللون الاحمر، والاربع الباقيين عندي انا they represent الهوست ID. الهوست او فيني انا ارمزهم بكلمة تانية الا وهي الانترفيس ID. إذا بدي اطلع هلا بطريقة مختلفة تطلع شو هي النتورك اي دي تاعيت هيدا الهوست، فحتطلع عندي انه كلياتها زيروز، يعني انا ححط عندي 2 سيمي كولن، يعني انا هيدي هون هي النتورك اي دي.